بمناسبة عام على الحرب في السودان، قال قائد الدعم السريع محمد حمدان دجلو إنه لم يكن لدى قواته خيار سوى الدخول في حرب بدأها الجيش. واتهم دجلو الجيش السوداني بتقويض العملية السياسية، معتبرا أن البرهان انقلب على اتفاق المبادئ على حد تعبيره. وأشار دجلو إلى أن قوات الدعم السريع مستعدة لوقف إطلاق النار والتعاون لاستعادة المسار الديمقراطي بالسودان، إلى جانب لتوفير ممرات آمنة للمدنيين والمساهمة في الوصول لحل شامل للأزمة السودانية. كما أكد دجلو سيطرة قواته على دارفور والجزيرة وأجزاء كبيرة من الخرطوم. من جانبه قال وزير خارجية السودان علي الصادق إن توقيع الجيش على الاتفاق الإطاري كان أملا في أن يفضي لدمج الدعم السريع بفترة معقولة، مشيرا إلى أن محاولة أطراف خارجية وداخلية لجعل الدعم السريع جيشا موازيا سبب اندلاع الحرب. وأكد الصادق أن الالتزام بمخرجات منبر جدة هو سبيل للتصدي للأزمة الإنسانية والتمهيد للسلام، وقال إنه من حق الجيش الحصول على الأسلحة من أي مكان. وزير الخارجية السودان أوضح أيضا أنه لا تعاون عسكريا بين السودان وإيران حاليا. وبعد عام على بدء الحرب بين الجيش والدعم السريع، انطلق اليوم في باريس مؤتمر المانحين من أجل السودان. يهدف المؤتمر إلى إيجاد مخارج للنزاع الدائر وتعبئة التبرعات وتقديم معونة ضخمة لهذا البلد المدمر في القرن الإفريقي. كما يسعى المؤتمر الذي يضم نحو 40 شخصية من المجتمع السوداني المدني إلى معالجة ضعف تمويل الطوارئ في السودان والدول المجاورة والنقص الذي يبلغ أكثر من 2 مليار دولار. من جانبها قالت الخارجية الفرنسية إن الفكرة من الاجتماع هي إعادة الأزمة إلى صدارة جدول الأعمال حتى لا يصبح السودان أزمة منسية، مشددة على أن هذا الاهتمام الدولي ينصب على غزة وأوكرانيا أكثر من السودان، مشيرة إلى أن الأزمة السودانية إنسانية ولكن جيوسياسية أيضا. في ليل 15 من إبريل من العام 2023 نام ملايين السودانيين وهم يتطلعون إلى التوقيع على اتفاق من شأنه إنهاء الانسداد السياسي الذي ظل يخيم على السودان منذ أكثر من 2021. لكنهم استيقظوا على أصوات الرصاص المنهمر في شوارع المدينة الرياضية، ومنذ ذلك الحين لا يزال السؤال المهم يطرح إلى الآن: من أطلق الرصاصة الأولى؟ لا شك أن الخلاف بدأ بالدعوة لدمج قوات الدعم السريع تحت مظلة الجيش، وهو المطلب الذي تمسك به قائد الجيش ورفضه قائد الدعم السريع. تمسك الجيش بشرطه قبل توقيع الاتفاق النهائي دفع بقائد الدعم السريع إلى تكثيف حشد قواته في العاصمة، ثم إرسال بعضها إلى مروي في إشارة لاستهداف القاعدة العسكرية هناك، بحسب ما فسره حينها سياسيون.
بعد أسبوع من بدء الحرب. نقل موقع اندبندد عربية عن قائد في حركات السلام المسلحة قوله إن البرهان أبلغه بأن قوات الدعم نفذت هجوما على القيادة العامة والقصر الجمهوري في المدينة الرياضية. بعدها تواصل القيادي نفسه بحسب اندبندد عربية مع قائد قوات الدعم السريع فأخبره أن البرهان هو من هاجم قواته بالخرطوم. لكن اللواء المتقاعد كمال إسماعيل اتهم جهة ثالثة بإطلاق الرصاصة الأولى وقال إن كل المعطيات تؤكد أن ثمة جهة حركتها المصالح لإشعال الحرب وتوريط الجيش. واتهم المتحدث في مقابلة مع الشرق الأوسط جماعة الإخوان بالاسم معتبرا أن الجهة الوحيدة التي لديها مصلحة في إشعال الحرب، وقال إن كل المعلومات تؤكد أنها أطلقت رصاصة الحرب الأولى ثم احتمت بالجيش وهي التي ترفض الآن وقف الحرب والتفاوض. وبرر المتحدث تصريحاته بالقول إن جماعة الإخوان نشرت بيانات تحريضية ونظمت حملات تعبئة لدفع الطرفين للدخول في الحرب. ومن الأدلة على تورط الإخوان ما جاء سابقا على لسان رئيس حزب الدولة القانون محمد علي الجزولي الذي قال إن مجموعة من كتائب الإخوان انطلقت صباح 15 من إبريل إلى المدينة الرياضية وأطلقت الرصاصة الأولى وهاجمت قوات الدعم السريع هناك. أما الدليل الثاني فقد جاء على لسان مصطفى عثمان وهو ضابط برتبة عقيد في الجيش حيث اتهم بشكل واضح عناصر النظام السابق بإشعال الحرب. أمام جدل الطلقة الأولى هذا يرى مراقبون أن الحرب الحالية هي جزء من مخطط ظل ينتهجه تنظيم الإخوان للعودة إلى السلطة من خلال الاستفادة من فوضى الحرب وتصفية خصومهم الذين أنهوا 3 عقود من تربعهم على السلطة. من أديس أبابا ينضم إلينا الصديق صادق المهدي مساعد رئيس حزب الأمة وعضو المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية. أهلا وسهلا بك معنا سيد صديق. بعد عام على الحرب في السودان، هل هناك أي بوادر لأي خارطة طريق يتم القبول بها من جانب الطرفين أم هناك خشية لأي تدخلات دولية؟ مرحبا، عليكم السلام. أهلا. حقيقة ما حدث في السودان أمر مأساوي. هذه الحرب اللعينة آثارها الفظيعة المدمرة القاتلة وقعت على رؤوس المدنيين السودانيين وقتلتهم وشردتهم بأعداد كبيرة ويعانون الآن معاناة شديدة. قرابة أو أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي ومشاكل كثيرة يعني لكل الشعب السوداني، الضحايا والموتى من المدنيين ومن المدنيين التي اضطرتهم الظروف للعسكرة والعسكريين أنفسهم كلهم دماء سودانية تنزف بغزارة. وأن يجب أن تتضافر الجهود كلها لإغاثة ومساعدة السودانيين ولإيقاف هذه الحرب اللعينة يعني اليوم وليس غدا. وأعتقد الآن المجهودات المختلفة على صعيد القوى المدنية، هناك مجهودات تسعى بها كثير من المكونات المدنية والمبادرات على رأسها مبادرة تقدم التي تجمع المدنيين من أجل إيقاف الحرب والتنسيق التصميم مائدة مستديرة لضم الأطراف الأخرى كذلك. والمجهودات الدولية كذلك، نحن نعتقد أن المجتمع الدولي الآن يسعى بجد لمساعدتنا لإيقاف هذه الحرب اللعينة ونحن في رؤيتنا في هذا الجانب يجب أن تتكامل الجهود الدولية كلها ولا تتقاطع وتتشتت. نعم. فيجب البناء والتأسيس على المبادرة الجادة وما حدثته من اختراق في العملية الإنسانية واتفاق في هذا الجانب، وكذلك مبادرة الإيجاد في الجمع بين القائدين، وكذلك مبادرة المنامة في الالتقاء الذي يعني سعى لتخريب وجهات النظر. البناء على كل ذلك وتصميمه بتوحيد الوساطات الجادة
وأنا أعتقد الإرادة الآن السودانية متحدة ومجتمعة لإيقاف الحرب ما عدا القلة، والإرادة الدولية والإقليمية كذلك متجهة في ذات الاتجاه، ولذلك نسأل الله أن يوفق هذه المساعي وينهي هذه الحرب اللعينة وينهي هذه المأساة التي وقعت على رؤوس السودانيين طيب لنستشهد سيد صديق، كانت هناك مبادرة قدمت من تقدم خارطة الطريق وقعت عليها قوات الدعم السريع وامتنع حتى من النظر إليها والاجتماع معهم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، هل هناك مستقبل لهذه الخارطة؟ نعم، الخارطة هي موقف مدني يعني لا يؤسس لعملية السلام، ولذلك هي تضع أسس لحماية المدنيين، أسس لإنهاء الحرب، أسس إعلام مبادئ لإيقاف الحرب، وتصميم عملية سياسية شاملة، وستظل قائمة والمنطق معها. كان المنتظر أن يتم اللقاءان بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع مع نعم تقدم، وتم لقاء قائد الدعم السريع لاستجابته لذلك. وأعتقد الاتفاق الذي تم في إعلان أديس أبابا فيه اختراق كبير ناحية الاتفاق على حماية المدنيين والترتيبات بتاعت نعم إنهاء الحرب والتحول نعم المدني والقيادة المدنية للعملية السياسية. تبقى الآن نحن ما زالت يعني لم يرصد اللقاء مع قائد الجيش. نحن من جانبنا نعم نتقدم بكل الاتصالات والتسهيلات نعم يعني شكرا نسعى في هذا بجد نعم شديد جدا، نعم ولم يرفض هذا اللقاء، ولكن لم يتم ترتيبه حتى الآن بتفاصيل محددة. أكيد سنتابع معكم كل التفاصيل من أديس أبابا صديق الصادق المهدي مساعد رئيس حزب الأمة وعضو المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية، شكرا جزيلا لكم.